الجزء الثاني من المحاضرة الثالثة بنكمل في موضوع الويف موشن، لما نحب نكتب معادلة توصف حركة الموجة بشكل عام. نرجع لمثال الموجة داخل الحوض، لاحظ نوعين من الحركة، حركة الموجة نفسها واللي عبرنا عليها بالدوائر الزرقاء. الدائرة الزرقاء دي قمة الموجة، والمسافة بين قمتين اسمها لامدا، المقدار 2 باي على لامدا اسمه الويف نمبر. الحركة الثانية هي حركة جزيء واحد اللي عبرنا عنها بقطعة الفلين، القطعة بتكرر حركتها كل زمن دوري تي، والمقدار 2 باي على تي بتساوي أوميجا اللي هي الأنجلر فريكوينسي. معادلة الموجة المسافرة هتساوي y of x و t بتساوي a sin k x ناقص أوميجا t. لاحظ عند الزمن t بصفر ال y of x و t بتساوي a sin k x شكل دالة الساين، وعند x بتساوي 1 ال y of x و 1 بتساوي a sin k x ناقص t، يعني نفس شكل الدالة لكن اتحركت مسافة ناحية موجب x. السرعة اللي بتتحرك بيها الموجة بتساوي مسافة على زمن بتساوي لامدا على تي وبتساوي أوميجا على كي. مثال موجة على شكل ساين تتحرك في اتجاه موجب x، أقصى إزاحة 15 سنتي، الطول الموجي 40 سنتي، التردد 8 هرتز. عند الزمن صفر وx بصفر والواي ب15 سنتي احسب الويف نمبر، هتساوي k بتساوي 2 باي على لامدا وبالراديان على الثانية، احسب الزمن الدوري t بيساوي 1 على التردد، احسب الانجلر فريكوينسي هيساوي 2 باي على f، واحسب سرعة الموجة v بتساوي لامدا على t أو بتساوي لامدا f. اكتب الصيغة العامة لمعادلة حركة الموجة. الصيغة العامة هي y of x و t بتساوي a sin kx ناقص أوميجا t زائد فاي. ال a أقصى إزاحة 15 سنتي، ال k والأوميجا حسبناهم، الموجة بتتحرك جهة موجب x فالأوميجا t هتكون بالسالب. الموجة عند t بصفر و x بصفر ال y بتساوي 15، فإما نكتبها بالساين والفاي بتساوي باي على 2 أو نكتبها كوساين والفاي بصفر. فالمعادلة اللي بتعبر عن حركة الموجة دي هتكون y of x و t بتساوي 15 كوساين 0.157 من ألف x ناقص 50.3 t. نقطة تانية مهمة في حركة الموجة هي سرعة الموجة. أخذنا السرعة v بتساوي لامدا على t بتساوي لامدا f بتساوي أوميجا على k، لكن ال v هنا قيمة ثابتة، حاصل ضرب التردد في الطول الموجي قيمة ثابتة. طب إيه العوامل اللي بتغير سرعة الموجة؟ سرعة الموجة تعتمد على خواص الوسط، فعشان سرعة الموجة تتغير يبقى لازم نغير من خواص الوسط نفسه. سرعة الموجة على حبل تعتمد على الشد في الحبل T والماس per unit length ميو. مثال موجة مستعرضة مسافرة على حبل بسرعة 20 متر على الثانية، الشد في الحبل 6 نيوتن. الشد في الحبل يكون كام علشان السرعة تصبح 30 متر على الثانية؟ الحل السرعة V بتساوي جذر T على ميو، نعوض ب 20 متر على الثانية والT ب 6 نيوتن و30 متر على الثانية والتي مجهول، نقسم المعادلتين فنتخلص من الميو ونحصل على تي بتساوي 13.5 نيوتن اللي هو الشد في الخيط. اكسرسايز أحد أوتار البيانو الميو بتساوي 5 في 10 أس ناقص 3 كيلو جرام على المتر، قوة الشد 1350 نيوتن، احسب سرعة الموجة. Thank you.